كل شيء، إضاءة جاهزة، كل شيء، كاميرا نظبطها، الخلفية، هاي، ضو، كله منيح. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. What's up, Jeesh, Ibra Vlogs. كيف الحال؟ إن شاء الله كلش تمام. ورجعت لكم بفيديو جديد. كيف الحال؟ إن شاء الله كلش تمام. اليوم إجا وقت كل واحد كان نفسه فيه انه تصير يوتيوبر من اول 1 minute. حيكون عندك 100 مشاهدة. مش متوقع، هلا حورجيكم كيف حيكون عندكم 100 مشاهدة ان شاء الله اقل من شهر. وخليني انتقلكم للفيس كام. شو جو الاكشن اللي احنا فيه هذا؟ يلا اوكي يا جماعة قناتي، هلا حتكتبوا shoot out اوكي زي هيك. بطلع لكم هنا طلع على لايف شات مثلا، هنا عم بكتبوا give me sub هيك. مثلا hey guys sub me. تتذكروا كنت انا 10 مشتركين عندي. هلا برجيكم انت صرت ريكوردينج فيديو اوكي. هيك بتكتبوا I am recording a video. شوف هلا كيف حيرد عندي. طبعا انا طلعت على هاي الشاشة اللي فوق، شايفينها اللي فوق. شوف شو حنكتب لهم sub and say say 33 okay and sub back. الله يلا ردوا. اوكي إيه هون عندك ما حدا حكى. هون سباك اوكي حاضر. تشالن سباك سب باك اوكي. هيك كون خلصت هيك ورجيتكم. فأنا أصلا كنت 10 مشتركين. هون بحكي لك إنه
بيكون انه مثلا 10 بزيد لك 10 عليهم، بس هنا اكتر زاد لي، ف صرت 30. شفتوا؟ يا فخليني اقلبكم للكاميرا. او ماي جاد، طلعنا من اليوتيوب كله، دخلنا فيه وطلعنا منه. اوكي شو بدي احكي؟ شفتوا كيف كبرت بسرعه؟ مش كبرت بالعمر، يعني كبرت باليوتيوب. يعني 30 طبعا اشي يعني قليل، بس يعني من 10 ل 30 اشي بيرفكت. فبس ينزل هذا الفيديو حيكون تقريبا 31 32، هيك. وهي طريقة عشان حابب اللي يبقى يوتيوبر، اول اشي اول ما تبدأ فيديوهات ضلك اعمل هيك. انا بس اليوم، يعني اليوم تقريبا عاد ضليتني من الصبح لليل، هلا مش ليل يعني صراحة، يعني شوفوا ايش وراي هيك، يعني المغرب، بصور بالمغرب. اوكي، وحابب اشكركم كبير، شكر كبير عشان وصلتوني لهذا السبسكرايب، يعني مش سبسكرايب، يعني اللي هو فهمتوا علي انتو، العدد الكبير وشتوريا منهم الناس اللي عملت لهم سبسكرايب، هم عملوا لي سبسكرايب من هاد الشيء. اوكي، شو ما عجبكم هذا اضاءة؟ ترى 3 ما شاء الله، شوفوا شوف كيف الضوء عندنا هيك. بيد من حدا من قرايبيني صور فيه 3 LD، وفي هون كله، انا اصلا قاعد هناك. ماي جاد، هناك ايوه ايوه، هون هون هون، ايوه هون هون، ايوه. اوكي خلص لكم اياه، فلا تنسوا تعطونا اللايك وتعطوني السبسكرايب اللا منتهي اللا منتهي. لازم يزعجوا في الفيديو. اوكي، فاعطوني الكومنتات الحلوه، ف يا و حبيت اورجيكم على ايش انا بعمل ستاندرد. اللي ما عنده ترايبود ان شاء الله بكون بالفيديو الجاي، كيف اعلمكم كيف تحطوا ستاندرد موبايل. انا بصور بالموبايل هلا كيف ستاندرد تعملوه. ثواني، اوكي، فهيها هيك، طبعا هو برينجلز هيك، بس اشي والله مفيد تحطه هيك. انا حطه هيك، شو بتيجي واحدة صغيرة، انا عملتهم واحدة كبيرة، عملت واحدة اشي طويل اللي هي هيك، اذا بدي احطها للفلوقات تطلع واحطها هيك. وهنا عندكم فرق بالكواليتي، احط على هاي كيف، مش اطول ولا مش اطول. اوكي، ف شكرا على كل لايك عملتوا لي وكل سبسكرايب عملتوا لي، و سلام.